مرحبا، عدد حالات المادة الثلاث. الثلاث عدد حالات المادة الثلاث: السائلة، الصلبة، الغازية. برافو، ممتاز. لمزيد من المعلومات عن هدول الحالات الثلاث، راجع كتاب العلوم الدرس الثالث أو الرابع. هدول هم الحالات بس، في حالات تانية. الحالة الرابعة للمطلعين هي حالة البلازما. هاي الحالة بتكون فيها الذرات سخنة كتير وفيها طاقة كتير، لدرجة انه الالكترونات بتفلت من الدوران حول النواة وبتطلع بتنطلق لحالها بتسرح وبتمرح. يا زلمة حل عني بلا بروتون بلا نيوترون، انا زلمة مش طايق حالي، اديني نار، بدي اطلع ابورد، اروح ابورد باي مكان لحالي مع نفسي. وبتقعد الذرة بدون الكترون، بتصير موجبة بحالة تأين او ionization. هاي الحالة بكل سهولة بتقدر توصلها، يعني جيب الهواء سخنه لدرجة حرارة 174 الف درجة مئوية بصير بلازما. زهقت من الحالة الصلبة؟ حابب تتأين؟ احصل الآن على فرن البلازما وهو ولع في الحارة، واستمتع بأجواء استوائية ساحرة، واحصل على راوتر انترنت 245 جيجا فري. في طريقة تانية بتقدر توصل فيها للحالة البلازمية، هي انه تجيب انبوب فيه غاز النيون وتمرر فيه تيار كهربائي. المميز بالبلازما انه بتقدر تتحكم فيها عن طريق المجال المغناطيسي، يعني بالمفاعلات النووية الهيدروجينية هيك بيعملوا، بسخنوا غاز الهيدروجين لدرجة حرارة 100 مليون درجة مئوية بصير بلازما. بس المشكلة انه غاز بدرجة حرارة 100 مليون درجة مئوية ما حدا بقدر يمسكه ولا يتحكم فيه، ما في مادة بتقدر تتحمل هيك حرارة. فايش بيعملوا اللي بيشتغلوا بالمفاعلات؟ بتحكموا بالبلازما، بحركوها يمين وشمال عن طريق المجال المغناطيسي. هاي هي حالات المادة الأربعة، ولا شو رأيك يا أستاذ فلمبان؟ أوه أهلاً. طبعاً الحالات الأربعة للمادة هدولة اللي هم أشهر أربع حالات، مش هم كل شيء. في حالة خامسة للمادة اسمها حالة أمورفوس سوليد أو حالة أمورفوس الصلبة. المادة الصلبة ذراتها بتكون مرتبة مع بعض ومتكتكة كده بشكل كريستالي أنيق. أما أمورفوس سوليد بتكون المادة بحالة صلبة بس ذراتها مش مرتبة، بتكون مخربطة يعني وعشوائية. مثل الحالة هذه هي زي معجون الأسنان أو النوتيلا أو القزاز أو حلاوة شعر البنات. هذه هي حالة أمورفوس الصلبة، شيء صلب لكن في نفس الوقت ما هو صلب. وبعده هي الحالة السادسة وهي حالة السوبر فلويد، السائل الخارق اللي تكلمت عنه في هذا الفيديو، وهي بتصير لما تبرد غاز الهيدروجين لدرجة حرارة قريبة من الصفر المطلق، وفي درجة الحرارة هذه الغاز بيتكثف لسائل ذو خصائص خارقة، عشان كده اسمه سوبر. الغاز وقتها بيتصرف كأنه ذرة واحدة، زي البنت وخطيبها أول ما يخطبوا. إذا حاولت تفصل جزء منه، الجزء الصغير بيحاول يرجع للجزء الأكبر، وممكن كمان يخترق الكاسة نفسها ويمر من بين ذراتها عشان يرجع للجزء الأكبر. المهم بده يرجع. الحالة السابعة برعاية أينشتاين أبو هانس، واسمها تكاثف بوز أينشتاين، بوز أينشتاين كوندنسيت أو بالاختصار BEC. هاي الحالة بتصير لما بيستخدموا الليزر عشان يبردوا في غاز لدرجة كتير قريبة من الصفر المطلق أو 273.15 درجة مئوية. لما الغاز بقرب كتير من الصفر المطلق بتبطأ فيه الذرات وبتصير مستويات الطاقة فيها متشابهة، لدرجة أنه بتصير تتصرف كأنها ذرة واحدة كبيرة بحالة اتحاد وترابط، زي السوبر فلويد أو زي حال العرب، حالة اتحاد وترابط أخشلن. العجيب بالموضوع أنه لما تحاول تدمج غينتين من تكاثف بوز أينشتاين ما بندمجوا مع بعض زي المادة العادية، بتصرفوا كأنهم موجات، كأنك عم تدمج موجتين مع بعض. بصير في قمم محل ما الكتلة متركزة، وبصير في قيعان للموجات محل ما الكتلة مش كتير موجودة. وهذا التصرف هو نفس النمط اللي بتتبعه ذرات الضوء والجسيمات دون ذرية بتجربة الشق المزدوج أو Double Slit Experiment. وهذا يا جماعة تصرف ميكانيكال كم، كوانتم ميكانيكس بيبي، بس على شي حجمه كبير. معلم واحد ميكانيكا كم اكس لارج، وكتر لي الالكترونات، ظبط ترشلي الالكترونات على الوش كده، عاوز الالكترونات تصير رشها كده على الوش. انت هلا دورك الحاله الثامنه. شكرا يا سلام على وجبه الكوانتوم ميكانيكس.
الحالة الثامنة هي مألوفة لكم لو تابعتوا فيديو كيف نصنع ثقب أسود. هذه الحالة اسمها Degenerate Matter أو الحالة المنحطة، طبعاً حسب ترجمة جوجل. واحدة من الطرق إنك توصل لهذه الحالة مثلاً لما يكون في نجم زي الشمس في نهاية حياته وبعد ما يصير Red Giant أو عملاق أحمر، ذرات الشمس راح تتقلص وتنهار على بعض وتصير White Dwarf أو قزم أبيض. بالعادة داخل الذرة في فراغ كبير بين الإلكترون والنواة، وإذا شلت الفراغ هذا من كل الذرات شمسنا حجمها بيصير قد الأرض تقريبا. طبعا معروف أن الشمس حاليا بتوسع أكثر من 1,300,000 كرة أرضية، يعني راح تصغر الشمس أكثر من 1,300,000 مرة عن حجمها الحالي وتصير قزم أبيض. هذه الحالة الإلكترونات راح تتحرك براحتها بين كل الذرات المضغوطة، وعشان توقف حركة الإلكترونات هذه لو طفشوا أهلك هتحتاج تضغطهم أكثر، وإذا ضغطتهم أكثر الإلكترون السالب بيندمج مع البروتون الموجب وبصيروا نيوترون. هذه هي الحالة الثانية اللي بتقدر توصل فيها للديجنرت ماتر من نوع ثاني. طبعا في الطبيعة هذه الحالة بتصير جوة النجوم العملاقة اللي أكبر من الشمس بحوالي 1.4 مرة، وهو ما يعرف بحد شاندرا سيخار. الطريقة الثالثة اللي ممكن تحصل فيها Degenerate Matter تحصل داخل الكواكب العملاقة زي كوكب المشتري مثلا أو أي كوكب عملاق Brown Dwarf. مركزه بيكون عبارة عن هيدروجين معدني Metallic Hydrogen، ومن فترة فريق الباحثين قدروا يعملوه في المختبر حسب قولهم. كيف عملوه؟ جابوا الهيدروجين وعرضوه لضغط يوصل ل 71 ميجا PSI، وهو ضغط أكبر من الضغط الموجود في مركز الأرض، فتحول لهيدروجين معدني. وأول ما تشيل الضغط هذا عنه بيظل هيدروجين معدني. ليش اسمه هيدروجين معدني؟ لأنه وقتها الهيدروجين بيتصرف كمعدن من ناحية أنه يوصل الكهرباء، بيصير الهيدروجين موصل خارق للكهرباء أو سوبر كوندكتر. والأحلى من هذا أنه مش محتاج تبريد عشان يوصل أو يظل في هذه الحالة زي أي مادة أو أي سوبر كوندكتر، حيظل سوبر كوندكتر في درجة حرارة الغرفة. طبعا إذا كلمة سوبر كوندكتر أو موصل خارق مش مألوفة لك، أنت إذا كنت ماسك مثلا الجوال أو اللابتوب الجهاز بيكون حار صحيح؟ هذا بيحصل بسبب خسائر في الطاقة وتجي على شكل حرارة، وسببها الرئيسي هو وجود مقاومة في الأسلاك وفي الأجهزة الإلكترونية الصغيرة هذه. السوبر كوندكتور بيلغي المقاومة من الأسلاك تماماً، وده بيلغي الحرارة، وإلغاء الحرارة بيلغي زيادة المقاومة بسبب الحرارة، وده في النهاية يعني إلكترونيات أسرع بكثير، محركات سيارات كهربائية أقوى وبحجم أصغر بكثير، وطبعاً احتياج طاقة أقل. كيبلات الطاقة اللي نشوفها في الشارع هذه بتخسر تقريباً 30% من الكهرباء وهي في الطريق إلى المستخدمين. طبعاً أقدر أتكلم عن السوبر كوندكتيفيتي لمدة يومين. أستاذ فلمبان، فهمنا السوبر كوندكتيفيتي لها استخدامات غير متناهية، اعمل عنها فيديو ثاني، خلينا نكمل الحلقة. الحالة التاسعة بتشبه البلازما، بس هاي الحالة ما بتقدر توصلها لا في المختبر ولا في البيت ولا عند أصحابك ولا في النجوم ولا المجرات ولا الكون ولا أي مكان. ببساطة هاي الحالة انسى موضوعها. هاي الحالة اسمها كوارك ماتر أو مادة الكوارك. عشان توصل للكوارك ماتر لازم ترفع درجة حرارة المادة لعشرة أس 13 أو عشرة صفر 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 أو 100 تريليون كلفن، درجة حرارة جهنمية. هاي نفس درجة الحرارة اللي كان عليها الكون بعد البيج بانج مباشرة، وهذا بيعني انه الحالة النهائية لأي مادة إذا سخنتها لدرجة حرارة عالية جدا لدرجة جهنمية ما بتقدر تتخيلها بتتحول لكوارك ماتر أو مادة كوارك أو حالة الكوارك. الحالة العاشرة هي المفضلة عندي وهي باسم الفوتونيك ماتر أو المادة الفوتونية. معروف انه الفوتونات جسيمات صغيرة ما تتفاعل مع بعض، زي لما توجه مصدرين ليزر وتخليهم يتقاطعوا مع بعض ما يحصل أي شيء لشعاع الليزر هذا. المادة الفوتونية تحصل لما يجي يبردوا غاز الروبيديوم لدرجة قريبة من الصفر المطلق، ويجي يطلقوا الفوتونين داخل الغيمة
الغازية هذه. النتيجة هي إنه الفوتونين دولة رح يخرجوا من الغيمة هذه وهم مربوطين في بعض، تماماً زي اللي يحصل مع الذرات لما تتفاعل وترتبط مع بعض. أطلق 3 فوتونات في الغيمة هذه وحينتج عندك ذرة مكونة من 3 فوتونات. طبعاً أطلق 200 مليون فوتون وحيصير عندك لايت سيبر. طبعاً الوضع مبكر جداً لأي استخدام جاد لهذه الحالة المكتشفة في المعمل بواسطة ميخائيل لوكين، اللي قال بنفسه إننا بنسوي الشيء هذا لمجرد المتعة، وفي نفس الوقت إحنا بندفع حدود العلم. يعجبني الرجال هذا. هاي هي حالات المادة 8 9 10 10 أنا ضعت. شكراً لزاهد فلمبان لأنه ساعدني بهذا الفيديو، و صراحة لازم تتابعوه، زلمة مجنون بالفيزياء ومهسس شوي، يعني النوع اللي بتحبه. هاي قناته على يوتيوب إذا حابين تشوفوا فيديوهاته، وسلام.